اليوم عندنا جدر الضغط الكهربائي نفصل فيه المندي مع شبك المندي. اول شيء نحط العيش. نحط العيش طبعا احنا سخنا الجدر في البدايه، من بعدها نحط اللي هو البهارات. طبعا حطينا الفلفل، البهارات حطينا احنا في كيس، اي كيس او اي شسمة دي تحطون فيه او تحطونه عادي حب. والحين نحط اللي هو الدجاج. طبعا شبك المندي يكون على فوق بهذا الشكل، ما يكون اللي هو العكس. وهذه طريقة وضع اللي هو الدجاج يكون بشكل بس. والحين نسكر اللي هو الجدر ونشغل اللي هو الجدر، نحط على دجاج، نحط على وقت. طبعا على الاصدار القديم اللي موجود عندي بالنسبة اللي هو الجدر نحطه 25 دقيقة. والحين بيبتدي معانا الجدر يشتغل. طبعا بيبتدي معانا الوقت بهذا الشكل الين ما الحرارة تسخن تكون جاهزة. الحين خلاص بيستمر الحين يشتغل معانا على 25 دقيقة. طبعا المسمار هاي الحين خلاص مرتفع، وهذا نتأكد انه ما يطلع منه بخار، وحين ننتظر 25 دقيقة. والحين نشيك على اللي هو المندي. ما شاء الله تبارك الرحمن، الدجاج شيء من الاخر مستوي. واللي يحب يحمر الدجاج نفسه يحمره ما في مشكلة. وهني نشيل الشبك، وهذا عيشنا ما شاء الله شيء مرتب. شوف العيش نثري ما شاء الله. طبعا لطلب الجهاز بحط لكم ارقام التواصل، في منه كذا موديل.